اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصحابي، ان شاء الله عامكم مبروك. هذه اول خرجه في 2018. اليوم عندنا بالضبط 3 جانفي 2018. ان شاء الله ربي يحيينا بخير، وان شاء الله كل عام واحنا بكيم بيو بخير. ليلى محمد رسول الله، بس استنانا مالا في فيديو اخر ان شاء الله، فيديوهات اخرين جايين باش نقدم لكم الاماك طونت وطونت اماك واماك مونتيكير حاجه كيما هكا اسمها. وعندي كيت هذاك، تشوف فيه كيت ريشو غاز جديد، جربته اول مره حكايه ناجحه على الاخر. اليوم عندي لكم معلومه ان شاء الله تفيدكم. الناس كلنا نعرفوا الفواكه الجافه، فواكه جافه يقولوا فواكه جافه، مش نحكي على الفستق والبندق، مين نحكي فما المشمش شايح، فما البنان شايح، المانجا شايحه. زيدا الغله هذه نجموا نزوها في الكامبين خفيفه، تمتعنا يعني بالفوائد بتاع الغله، اخف وزن، تصبر، ما تفسدش، مش كيما الغله النورمال. زادة فما حاجات اخرى نجمو نستعملوها ابار الغله الشايحه، كيما الخضره الشايحه. نعم فما خضره شايحه، مثلا اليوم عندي جبت لكم مثال، هنا عندي الثوم الشايح. بالنسبه للعباد المغرومه تحب الطيب في الكومبينغ، فما الثوم، نجمو نلقاو الثوم الشايح، بصل شايح، تشوفوا يعني ثوم مقصوص جيد وشايح، فيه النكهه كيف كيف، الفائده كيف كيف. فما حاجه اخرى نتذكركم، حاجه اخرى يمكن ما نجيبولهاش الخبره، اللي هي حليب شايح. نعم فما حليب شايح، هذا ناتورالمون ريشون كالسيوم، معناتها حليب طبيعي غني بالكلور نتاع الحليب، بالكالسيوم وبالفيتامين دي لا غير ذلك. هذا الباكو هذا في 300 غرام، نجمو نحلوه في 3 رواتل. الحليب هذا اكيد رانا استعملناه، لكن مش بالصوره هذه، مثلا كما في الكابوتشينو تاع نسكافيه نشريوها، فيها قهوه وحليب حاضره، جست نسخنوا الماء ونصبوا كما انا قاعد نحضر فيها تو باش نطيب. بالنسبه للحليب هذايا شنو هي الفائده نتاعو؟ اول حاجه خفيف 300 غرام كما قلت لكم، 3 رواتب، ما يفسدش، نجموا نزوا ما يخوش بلاصه، معناتها مش كما 3 رواتب حليب يجي 3 كيلو، وهذا يباكو في 300 غرام. دونك براتيك على الاخر اللي يعملوا لي فواياج، نجمو نلقاو في لي غران سيرفاس في لي ماغازا، هذا تاع كبار، وفما حليب تاع صغار اللي نعرفوه بيان سيغ. جاو عملوا طله صغيره مالا بيت في على الكيت الريشو هذا، ناجحه، الماء يغلي ياسر. مثلا تو مش نستعمل الحليب اللي قلت لكم عليه، طريقه الاستعمال مكتوبه في الباكو من تالي تقريبا، بومب المغرفه يس. فما غلطه انه هو حاطين في الباكو الماء سخون مش يغلي، مش مشكل يعني، مش 100 درجه، شوفوا يولي حليب نورمال. الغلطه اللي استعملتها الماء سخون ياسر، هنا مش مشكل. هذا الريشو بالغاز دي دبوزة غاز صغرونا، وهذه الاماك اللي ان شاء الله شنركض فيها اليوم على بشويشة. عندنا موسى دي الليل جاي، طو نخليكم الناس الكل نشرب القهوه نتاعي، وما تنساوش تتابعونا الفيديوهات في الباج كريزي جروب نابل.